مرحبا بكم في قناة سور عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي سور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم حضراتكم النهاردة شقة جديدة وعرض جديد، شقة في الطابق الثالث علوي. دي واجهة العمارة وده المدخل. الشقة في موقع سكني بجوار الشارع الرئيسي، تصلح للسكن الدائم طول العام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الأسانسير. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض العرض. الدور عندي هنا على شقتين، دي شقة الجار ودي الشقة اللي فيها العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عند الريسبشن هنا كبير، قطعتين. متشطب كويس جدا، تشطيب جيبسون بورد. مساحة جميلة جدا ما شاء الله، ممتازة. ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا مطبخ أمريكاني، وندخل مع بعض. عندنا طرق توزيع كبيرة للحمام، اثنين حمام وغرفتين. وعندي أول غرفة نوم كبيرة جدا ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب عالي جبسن بورد. وعندي الغرفة الثانية نفس مساحة الغرفة الأولى، كبيرة برضو ما شاء الله، تشطيب ممتاز جيبسون بورد. وعندي هنا بقى الحمام الرئيسي الكبير، وعندي هنا حمام تاني ضيوف. نطلع مع بعض البلكونة، تراس رائع وجميل جدا. البلكونة عندي كبيرة ما شاء الله، دي رؤية الشارع، وعند رؤية بحر ممتازة، بتشوف البحر بكل وضوح. ونتكلم مع بعض على تفاصيل الوحدة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سهول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة في الطابق الثالث علوي، أسانسير وحارس خاص للعقار. العرض العمارة عبارة عن 5 طوابق. العرض بتاعنا في الطابق الثالث، ثالث فوق الأرضي، مسجلة بجمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة. كاملة العدادات كهرباء ومية، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 120 متر، السعر 360,000 جنيه كاش قابل للتفاوض.
ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعونا بلايك، تشتركوا معنا كمان في القناة عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. العرض كويس، موقع ممتاز بجوار الشارع الرئيسي والبحر، على بعد خطوات البحر وقريب جدا من كل الخدمات، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صور عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.